علي سمت باسمك تكتب صالح لهيل علي سمت باسمك تكتب صالح لهيل علي سمت اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين الكرام وحلقه جديده من برنامج مهاويل. حلقتنا اليوم من محافظه الناصريه وبالتحديد في قضاء سوق الشيوخ ناحيه العقيقه، في مضيف الشيخ جميل آل فارس السعيدي. معانا مهاويل وشعراء مبدعين راح نتعرف عليهم من خلال وجودهم معنا بهاي الحلقه. معانا الشاعر والمهوال صلاح الحرباوي، اهلا بك يا استاذ صلاح. ممنون منك ابو جاسم. الله محمد الكعبي، الله يحفظك، حياكم الله وميت هلا بكم وبقناه سامره الغاليه، وحياكم الله بديرتكم الثانيه. والنعم والنعم، كلكم خير وبركه. ميت هلا. بيا سنه بديت تكتب الهزوجه؟ والله هي مثل ما تقول طلعنا لقيناها قدامنا. اها أيه. يعني البيئة لها تأثير عليك؟ اي بيئتنا ونشأنا على هذا الشيء، الهوسات لقيناها عندها هنا واخذناها من هنا. نعم كفو، الناصرية كلها شاعرة. ناصرية منين ما تقضى. كفو نعم. الله يعزك. عندكم تشكيل معين هنا، رابطة منتدى لكم؟ اي اي عندنا اكو هنا رابطات. نعم. وعندنا الرابطة العامة اللي هي قوة السيد لؤي. بالجميع الشعراء بالمحافظة. تحياتنا لهم اكيد، نتمنى لهم التوفيق. نعم مشاهدينا الكرام. الله يعزك. ايضا معانا شاعر ومهوال الشاعر اسعد حميد المطيري، اهلا وسهلا بك يا اسعد. الله يخليك استاذنا العزيز. الله بالبدايه احب ارحب بقناه سامراء الفضائيه. نعم. وبالاستاذ محمد الكعبي. الله يحفظك. وكل الهلا وحياكم الله بمدينتكم الثانيه سوق نعم. الشيوخ وبناحيه العكيك. نعم الله يحفظك. اسعد احنا نفس السؤال، بيا سنه بديت، شلون بديت؟ والله هو مثل ما قال اخوي المبدع صلاح الحرباوي. نعم. احنا طلعنا لقيناها مزرعه. اها. وان شاء الله زدناها الشتل ان شاء الله بيكون ورود ان شاء الله. الله يحفظك الله يخليك. يعني كمهاويل تحسون ينقصكم فد اهتمام من قبل يعني التشكيلات الثقافيه المؤسسات الثقافيه؟ والله احنا هسه مشكلين رابطه مهاويل العكيكه. نعم. هاي للشهداء دعم كله من عندنا على حسابنا الخاص. احسنت. والشباب موجودين كلهم. وان شاء الله شعراء ما يقارب 12 شاعر. 12 مهوال وشاعر. الله الحمد لله والشكر والتوفيق من الله ان شاء الله. الله يوفقكم. نعم مشاهدينا الكرام اكيد راح نتواصل مع ضيوفنا لحلقه هذا اليوم وننتقل الى ميدان الهزوجه بعد هذا الفاصل. نعم اعزائي المشاهدين، رجعنا معاكم وميدان الهزوجه. خلونا بالبداية نرحب بمعزبنا هذا اليوم وشيخنا العزيز. شيخنا شكرا على حسن الضيافة والاستقبال. حياكم الله. وأكيد هذا كرم من قبلكم. أهلا وسهلا، كل الهلا ومرحبا. الله يسلمك. هلا ولف هلا. هلا ومية هلا. نعم. ديرتكم واخواتكم وناحية الحكيكية وسوق نعم. الشيوخ. نعم. مضيفكم مضيف عشيرة آل فارس بن سعيد، حياكم الله. كفو. كل خطوة جيتوا بها. كفو. من ممشاكم الملفاكم. نعم. يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزلي. كفو. لو تعلم الدار من زارها لنادت بلسان الحال قائلة أهلا بموضع الجود والكرم. نفوس على العلي تجدنا ونار الحرب لو شبت. تجدنا. نعم. نفوسنا على العلي تجدنا ونار الحرب لو شبت. تجدنا يا ضيف جبل على حين تجدنا الضيوف احنا ونترب الثنية. نعم نعم. اهلا وسهلا. نعم. كل الهلا ومرحبا كل من باسمه وعنوانه وعشيرته وديرته، حياكم الله ولف هلا بك. الله اهلا وسهلا. شيخنا العزيز كل الهلا ومرحبا. شكرا لك اكيد وراح نستمر ونتواصل مع معهاوني. شكرا أهلين جزيلا. اهلا وسهلا كل الهلا ومرحبا. يا ام خدود يا ام خدود يا ام خدود حلوة يا ام خدود حلوة هلا يا سمرة. اي يا ام خدود يا ام خدود يا ام خدود حلوة هلا يا سمرة.
الظلمة بجيتك هل صبحت قمرة؟ ضعبينا نقل للضيف يا حياك كثير أحلا وسهلا بيك سامرة. طول السوق تحير واحتار بزودة، طول السوق تحير واحتار بزودة، طول السوق تحير واحتار بزودة، واحتار بزودة، طول السوق تحير. الشيخ يصير سبحة وخيط ويربعة، تقوى الشيخ يصير سبحة وخيط ويربعة، إذا ينقطع تطشر خرزها ومحد يجمعة. الشيخة تريد كوني نشف الدمعة، والمختاض يوصل له لازم يوفي بطبعه. الشيخة تريد كون استاذ سيف ويطي اللمعة. الشيخة تريد اللي يتعب ولا مربعة وداراها، الشيخة تريد اللي يتعب ولا مربعة وداراها، ولا مربعة وداراها. ما لقاح الماء يلقاح نخلته لا يتان عثوق، الماء لقاح نخلته لا يتان عثوق، ولا يحسب حسابه من التحمل يضوق. الماء لقاح نخلته لا يتان عثوق، ولا يحسب حسابه من التحمل يضوق. المخيال المخيال ليش يقول خيال؟ الما لقح نخلته لا يتان عثوق، ولا يحسب حسابه من التحمل يضوق. المخيال لو صار الركض مسبوق، الما ماش الوعر جاليش بضعون المشت هيسوق. خل ياخذ ثقل والواد مدليه، اللي عارج لفريضة ما يحق محقوق. اللي يرافج لحرام إلا مثل يصير، ياخذ منصفاته وقلنا هذا يبوق. الما سامع الهوسة لا يشت بعيد، وخلي يسمع ايش قالت هوسته للسوق. ما راداها الشي ومن السوق يحط لقاح، ما راداها الشي من السوق يحط لقاح. الهوسه مهرة المهوال، الهوسه مهرة المهوال، او مني يصول حقها كون يطيها. وبسوق الشيوخ الهوسه عندنا عقال مال شيوخ وتشيم شفافي. نعم نعم.
الهوسه للمواقف ولي عزب الضيف ولمبتش الصناجر غاد ومشيم سراقيها وانا ابن الصخوتي وانا ابن الصخوت اليوم وانا ابن الصخوت اليوم وبلمة القادة فخر احكيها اليوم نخلي الملعب وحيل يعارج باليوم نخلي الملعب وحيل يعارج باليوم نخلي الملعب حيلة تريد فارس يركب عليها ها. تستهضم تشيلة وتبرد من النار لو ان ياه الغرض تسلية يرميها ها. وحقها الهوسة من تختاض لان ياه الاجب ميدان يحكيها ها. هو اليوم الملعب يجدع وكل هالقادة هنا اليوم الملعب يجدع وكل هالقادة هنا اليوم الملعب يجدع وكل هالقادة هنا المخيال المخيال ليش يقول خيال المخيال المخيال ليش يقول خيال شاش اللي برسنها الموش راكبها ترعنا نصنا قربيهن عشان تثبت والمنايا يكون تجهبها تسلم جزاك الله ابو حيدر المخيال المخيال ليش يقول خيال جاش اللي برسنها الموش راكبها ترعنا نصنا قربيهن عشان تثبت والمنايا يكون تجهبها انا ابن الناصري العايشه بزود انا ابن الفات قوه وقش واربها انا ابن المانفخة ورادها تفور وطبها من الوجه مو من ذنايبها احنا اللي بلحها تفور او ما ننفخ بها احنا اللي بلحها تفور او ما ننفخ بها المخيال شقره يعوف طرد الخيل لبس سلم الشمس يترايف من الخوف لا يتزامط ويا الليل الماي يقتر فوق باله سد يصير
السد ينمحلو هد عليه السيل ترى الما يقدر الهوسه يشوف الما يقدر عليها الهوسه الما يقدر عليها الهوسه تراويه كل الويل الهوسه تريد الباشط ومش فكاك احنا الهوسه تريد الباشط ومش فكاك احنا ومش فكاك احنا التنز قاعر تشيتش وينسلب رايه التنز قاعر تشيتش وينسلب رايه عكس المارجف بالماء وشامخ بيه الكفايه صح جامه صح جامه ولكن بيها ميزه هواي وجه واحد تظل معروفه لمرايه او وجه الواحد ما ينعاب او وجه الواحد ما ينعاب الوجه الثاني فش 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 سنتم. نعم نعم مشاهدين الكرام قواكم الله قواكم الله هكذا هي الأهزوجة في مدينة الناصرية أكيد راح نتواصل معاكم بعد ما ناخذ هذا الفاصل ونرجع ويا شعرائنا ومهاوينا ضيوف حلقة اليوم نعم أعزائي المشاهدين رجعنا معاكم وميدان الهزوجة ما مش حسب بيها السبحة ذا ما ينوجد شاهود تلف الثام هم عريف جعيدة بيت ذا ما يحصل البارود الليل اش قد ونيس وراح العشاق لا كان ينكره لو قمر ما موجود إذن الصاحب خلاف ربعه عانى ما يسواش وانا مفرفح دليل وراسي فوق الغيم كيف انا ربعك لهم زود هل زود البيكم بين وحلف يعلينا 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 زود كل التحب يصير هو ولام تحب قراب هش قد انظر الحربة وانظر عالصداق اش كثر بيها عيوب تنكر كل وفا وما يلحية شربة او مو كل الصداق تخون بالصدقان ومو كل سعفة طاحت قنه القلبة واذا رايت تصادق لا تخاوب ساع على اليمنى واليسرى براحتك قلبه شوف يصير صاحب من يصير صياح مثل عباس يوم تكفل الجربه او خلى الخان بيك ويا الزمن دوار او خلش ما تقاوى وياك بالضربه يجي لك يوم فوق الدوس بالرجلين او مو بس داس واحد ميه تغلبه البير سر بنادم او موش السر الماي البير سر بنادم موش السر الماي البير سر بنادم موش السر الماي البير سر بنادم
واجب وقفة الميدان والهوسات مطلوبة. واجب 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 وقفة الميدان والهوسات مطلوبة، حكمة ودرس بيها وحيل متعوبة. أبقى وفيها ملح واكتار هالشب نار ودلال ومضيف وقهوة مشروبة. أكبيهم ربع لو رافقتهم صرت جنك شيخ، أكبيهم ربع لو رافقتهم صرت جنك شيخ، وكبيهم ربع يا ناس تجلوبة. وكيهال ويسولف حجم الأكبار، يضخن باللبن ويخرب الروبة. أكبيهم ربع ربع لو رافقتهم صرت جنك شيخ، وكبيهم ربع يا ناس تجلوبة. وكيهال ويسولف حجم الأكبار، يضخن باللبن ويخرب الروبة. احذر من صديق السوء بالك تقرأ مكتوبة، واحذر من صديق الكثرة عيوبة، واحذر من صديق الملتهب ثوبة. رافج من ترافج كون ناس يواد، وبالك من صديق العدة ملعوبة. احذر من نوع الساكت او بس تنامي لدغخاف، احذر من نوع الساكت بس تنامي لدغخاف، احذر من نوع الساكت بس تنامي لدغخاف، احذر من نوع الساكت المفضل رداية عليك هذا من القلب تشزه. الطعن مكفاك يا مشمات، قل عليا ما نتعزه. كب ضربي لربعك وبعقل هزه. المشولام ما هو لام، ما يبحلقك وبزه. دور لك رفيجا زين، اذا مو قفل سهله فتحت الرزه. سن اختار الصل من ربعك وحتى تكشخ به، اختار الصل من ربعك وحتى تكشخ به، اختار الصل من ربعك وحتى تكشخ به، مو كل العمايم تنحط على الروس. مو كل العمايم تنحط على الروس، ولا كل من يدرس تنحفظ لدروس. ترى السكينة أكبر بالحجم تدريش، بس يقتل بقصته من يقص الموس. وقصد الموس تعور حيل، وقصد الموس تعور حيل، تحذر منها تحذر، قصد الموس تعور حيل تحذر منها تحذر، وقصد الموس تعور حيل تحذر منها تحذر، قصد الموس تعور حيل تحذر منها تحذر، وقصد الموس تعور حيل تحذر منها تحذر، قصد الموس تعور حيل تحذر منها تحذر، وقصد
قبالك التفليش احجي البخت واصل طيب حتى من تموت تعيش. ها ابني ابني بالصداقه بالك التفليش احجي البخت واصل طيب حتى من تموت تعيش. خلك صلب بين الناس من تلفاكني بقول عنها بريش. خلك صلب بين الناس من تلفاكني بقول عنها بريش. وتخيل رفيجا زين يرد لو غزاك الجيش. ترى نص الشطب اصفى هواي بالك تغرف من الجيش. فين صحبة سيف وشفع عباس؟ هاو صحبة سيف وشفع عباس صحبة العند وياكم. 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 يا ثقلت وجهك ثقل البال ترى ببالي من احطك تنقلب طيف. ليله وبالمنام تمرني وانساك بس بليله بنحرك احد سيف. ام نمرك بالحلم قباض الارواح او غرورك اخذنا بمشتهى الكيف. يا قالب ثلج لا تتعاند وياي تدريني من لسعك لسعه الصيف. وهم نسير يوم عليه ها ها وهم نسير يوم عليه اللي يحجب ظهر صاح. هم نسير يوم عليه هم نسير يوم عليه هم نسير يوم عليه هم نسير يوم عليه يحجب ظهر صاح. هم نسير يوم عليه يحجب ظهر صاح. هم نسير يوم عليه يحجب ظهر صاح. هم نسير يوم عليه نعم مشاهدينا الكرام اللي يحكي بظهر الصاحب هم من سير يوم عليه. متواصلين معاكم لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معانا. نعم أعزائي المشاهدين رجعنا معاكم ومستمرين بميدان الهزوجة. يمشي ياب قاعد والدلال تفور او سوالفهم لذيذة ومنهم اخذ شعور. او بدوا يحجون عن ذاك القصب والهور وانا صنت عن ماضيهم. او هيك تحسروا وفركوا والسبحة عن ذاك الزمان وطيبته وملحة. لو مرنا هالليل وطرفه يرصبها نسير واحد للثاني. او نقعد بالمضيف ونلتم بطيبه او نلمشم للاخوه ونكره الغيبه. او لو نسمع خينا لو فرغ جيبه نطبخ للروح ونطيله. او نرجع نلتم وضحكتنا كانت خير او ما مش واحد على الاخوه جهه يدير. او هيك بهالوقت يتعاتبه وش يصير واحد مختاض على الثاني. او قاموا او شافوا بي قام الحكي ياثر. شو لونك يا عم صبح متغير؟ شو مهموم وانت بعدك صغير؟ نشدون وظليت بحيره. او قلت لهم يا عم هسه بينا اش صار؟ يقصون اخوهم ويهلوا بزدار. او هيك الشايب توجع لحيله وقام وحسيت بدليله شب قامت نار. الشايب ظل يتحسر او كظ الدله وصاح حا الشايب ظل يتحسر. كظ الدله وصاح حا الشايب ظل يتحسر. قضي الدل وصاح حال شايب ظل يتحسر. قضي الدل وصاح حال شايب
هنا 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 بالنجف لون فرض يردون ويمرون بسلفنا وبيه يتمشون. هنا يا ما هنا بالنجف لون فرض يردون ويمرون بسلفنا وبيه يتمشون. وترد كون القهاوي القهاوي والمضايف كون تا يمكن طلايب ما بعد عدنا تعيش وناكل من فرد ماعون. أهلنا البنجاف البنجاف لون فرض يردون ويمرون بسلفنا وبيه يتمشون. والله وترد كون القهاوي والمضايف كون تا يمكن طلايب ما بعد عدنا تعيش وناكل من فرد ماعون. ابليس يدلوي دلت ولو ردوا ذول ابليس يدلوي دلت ولو ردوا ذول ابليس ولو ردوا ذول ابليس بيحسرة بدليل دغصغص دغصغص من اللي كان عندي عزم الفص. بيحسرة بدليل دغصغص دغصغص من اللي كان عندي عزم الفص من اللي كان لب القلب فوق النص من اللي كان بي بكل مكان يحص وفيتو يا بكل شي وماك شي ينقص جازان وتعرف شلون المجازاح بشط خنيرة وبالظهر قامي هول كان بروحي سير وقسمك فاي ولا همال كان بروحي سير قسمك فاي ولا همال كان بروحي سير وقسمك فاي ولا همال كان مو كل من يكظها ينحسب رماي مو كل من يكظها ينحسب رماي ولا كل من يسولف منا ناخذ راي. طبع بالسفن تبحر ما يهمها الريح طبع بالسفن تبحر ما يهمها الريح وتشبقى بحلاته من يمرها الماي. وانا ابن الهور وابن الحسكه والديوان وانا ابن الهور وابن الحسكه والديوان روح روح فراشة مد على اللي يوفوا راي وفرش لضلوعي وفرش لضلوعي صاحب مني شيء وفرش لضلوعي صاحب مني شيء وفرش لضلوعي صاحب مني شيء وفرش لضلوعي وفرش الضوء صاحب من شيء وفرش الضوء صاحب من شيء وفرش
سنت سنت عيشت البدوش ملذها كون قاعد بصهوة وشجرة الصبير إذا رادت تعيش ما تهم بالصبخة لو عرج ارتوى الطير إذا حرك جنح رايد يعيش الطير إذا حرك جنح رايد يطير الغيمة والصاحية عدة سوى أو طبع بابن السوق إذا واحد نخاه ما تعز روحه على شمة من الهوى نعم نعم ها ها انتم يا طبع الشجره طبع الشجره يلم طيور 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 انتم يا طبع الشجره سنت سنت احذر احذر من حكي الشمات اذا يحجون يا صاح وداعتك عنا قصي يشملون احذر من حكي الشمات اذا يحجون يا صاح وداعتك وداعتك عنا قصي يشملون او يخربون الاكل هم من فرد معون او يخربون القبل عالصايح يفزعون لا تسمع حكيهم لا تصدق بيه اذا شافوك هجل تمه ويضحكون احذر من حكي الشامت وجه ابن اسم لبلب 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 اليذم ربعه على باطل أم ضاقت فيه ام بين المساله وتوضيح موضح اللي يدق الناق صبر ربعه ما يحتاج نسولف هالقضية وللخلق نشرح المقد الملح لي مالح الناس المتروس غيرة قصته تنضح اللي يمسن بغيض أغض النظر مرات رد المسبب سبة مو صح نمعن العقل نحج سوال في ثقال وشرط هالمال حش تجدح اللي يحج بظهر صاحب وما لم كان هنا اللي يحج بظهر صاحب وما لم كان هنا اللي يحج بظهر صاحب وما لم كان هنا حج الشامت ما خذيته وانا صاحب راي وما سيست يوم بيا رمال الماي حج الشامت ما خذيته وانا صاحب راي وما سيست يوم بيا رمال الماي اخوي ظل اخوي وسيف اللي بيمناي اخوي ظل اخوي وسيف اللي بيمناي موش ابن امه وبيه اشكال اللي يحجي بظهر الصاح يحجي بظهر الصاح موش ابن امه وبيه اشكال اللي يحجي بظهر الصاح موش ابن امه وبيه اشكال اللي يحجي بظهر الصاح موش ابن امه وبيه اشكال اللي يحجي بظهر الصاح موش ابن امه وبيه اشكال اللي يحجي بظهر الصاح ما
نعم مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين معاكم وحلقتنا لهذا اليوم. راح ناخذ فاصل وبعدها نرجع معاكم، انتظرونا. نعم أعزائي المشاهدين، رجعنا معاكم وحلقة هذا اليوم من برنامج مهاويل. أرد أوجه هالرسالة وبيها خصة للنفاق. أها. الكل من يريد التآمر لو يطب الانشقاق. أها. أرد أوجه هالرسالة وبيها خصة للنفاق. الكل من يريد التآمر لو يطب الانشقاق. احنا متحدين كنا، ماكو شيعة وماكو سنة، كنا يجمعنا العراق. اهو اسمع بالسوق السولف، اهو اسمع بالسوق السولف، خل سامرة توصل الصوت، 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 اسمع بالسوق السولف، احجايا بباله والموضوع ما مطروق. اها. واريد اليوم للكلفين اسولفها. اها. وحيل تعبت وياها وعلي رياف رايفها. اها. وادم بالشمال شيوخ ضايفها. من تنشد وقلها انا من ذي قار تنز حتى مضايفها. نعم نعم. هلا باهل الرجوله وصنقر الشيلات. اها. يلا تفكر بخوتك دوم وروحك دوم عايفها. او قلت له انا من ذي قار من سوق الشيوخ ومن صرايفها. نعم. قال ملوحتك معروفه زود وهور قبل اجداد لك بالحرب شايفها. او ذب عقاله وصاحب صوت. او ذب عقاله وصاحب صوت تخيل يا ذي قار تخيل. او ذب عقاله وصاحب صوت تخيل يا ذي قار. خلسا مرة توصل الصوت للي يحجون. خدمتكم. خلسا مرة توصل الصوت للي يحجون. سنة وشيعة نبقى اخوان ولو بعض الربع يا صاح ما يرضون. خلسا مرة توصل الصوت للي يحجون. سنة وشيعة نبقى اخوان ولو أدري البعض يا صاح ما يرضون. احنا اهل الوفا والطيب، احنا اهل الوفا والطيب، ناكل من فرد ما عندنا. احنا الخاوين المالح ويوم ان كانت قلة زاد. احنا الخاوين المالح يوم ان كانت قلة زاد. احنا الخاوين المالح ويوم ان كانت قلة زاد. احنا يوم كانت قلة زاد. 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 ي
مرتني الهوس اقعد بتالي الليل مرتني الهوس اقعد بتالي الليل القلم بيدك السيف اقعد سرجت الخيل لو هسه تمرنا وتاخذ المضمون لو هسه شلع من بالك احنا نشيل وحسن بالي يضحك ضحكة البطران بعد العزم بي وما تراد الحيل الشلتن والما شلتن او هذا نبحيل شلتن والما شلتن او هذا نبحيل شلتن والما شلتن او هذا نبحيل وتبدلال المضيف انطشها بالهيمة بها ما تبلديوان والشيمة او تبدلال المضيف انطشها بالهيمة تبل خطار لو مركون سكت ينام عيبي سولف بضيمه او تبلو طاع كوسر بالمضيف يصير مثل العيد ما يردون ترميمه العدة طباع هيك لا يدور ضيوف شائل من يدق ويبني بالخيمه ما متربع للعز او ليش مشلب ما متربع للعز او ليش مشلب ما متربع للعز او ليش مشلب نعم نعم أعزائي المشاهدين وصلنا الآن إلى نهاية حلقة هذا اليوم من محافظة ذي قار الحبيبة من قضاء سوق الشيوخ ناحية العكيكة كنا في مضيف الشيخ جميل آل فارس السعيدي وكان معنا مجموعة من الشعراء والمهاويل شكرا لجميع الحاضرين شكرا لجميع المشاركين في هذه الحلقة ولكم تحياتي أعزائي المشاهدين الشاعر محمد الكعبي في الإعداد والتقديم وإن شاء الله نلتقيكم في حلقة قادمة ومن محافظة أخرى إلى ذلك الحين نستودعكم الله علي سمت باسمك اسمك تبصر عليهم علي سمت باسمك اسمك تبصر عليهم علي سمت باسمك I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.